ce qu'on appelle la délocalisation des entreprises, يعني إعادة يعني نعم توطين الشركات الدولية وكذلك ظهور الشعبوية والمخابي الفاسدة حتى على مستوى الدول الرائدة في العالم، فهذا أيضا أزم وضع المهاجرين في العالم. معنا أيضا الأستاذ محمد خشاني أستاذ كلية الحقوق جامعة محمد الخامس برباط والكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، سوف يلقي مداخلة معنونة بتحديات الهجرة غير النظامية في الحوض المتوسطي من أجل تدبير مشترك للتدفقات الهجروية، فليتفضل مشكورا. شكرا. يعني في سياق ما قاله الأستاذ سوف أحاول وضع إشكالية الهجرة في إطارها الجهوي في إطار الحوض المتوسطي. هنا أمتلك بفكرة أساسية قالها فيرنان بودل وهو أحد الاختصاصيين في هذا المجال، الحوض المتوسطي. الحوض المتوسطي هو حوض الحركية، يعني دائما الإسباس مضمون، وهذه الحركية يعني ترجع أصلا تاريخيا إلى الدول التي عرفها هذا الحوض مثل الفينيقيين والقرطاجيين. الهجرة الدولية ديال المهاجرين من مدينة خريبكة، هذه العينة اللي فضينا تلاحظوا بأنه دائما هناك ارتفاع ودائما هناك استمرارية، حتى بالأكثر من ذلك تلاحظوا في أن في الفترة ديال الأزمة هذا الميثاق اللي غادي يتم التوقيع عليه في المؤتمر ديال الهجرة ديال مراكش، أنا مسرور لأنه في أربعة ديال الأمور أساسية. المسألة الأولى أنه حماية حقوق المهاجرين واللاجئين أساسية. اللاجئين راه منذ 1951، ولكن الحماية ديال الحقوق ديال المهاجرين يجب أن تكون حقوقا دولية معترف بها على المستوى الدولي. هذه المسألة. المسألة الثانية أنه الدول اللي كتساعد وكتستقبل يجب دعمها. لا الولايات المتحدة ولا المغرب ولا مثلا الأردن. الأردن ولبنان وتركيا يستقبلون يعني أكبر عدد ممكن من السوريين. يجب مساعدة هذه الدول لأن هذه تقوم بجهد جبار في هذه الإدارة، المغرب كذلك يقوم بجهد جبار في هذه الدول. والمسألة ديال المسألة الثالثة أنا طرحتها يعني على البنك الدولي وعلى صندوق النقد الدولي في إندونيسيا، قلنا بأنه يجب الحزام اللي هو ممتد من الساحل إلى القرن الإفريقي. أنا أفتقد لمثل هذه الأنشطة الشاملة لقضايا راهنية وقضايا تستفزنا كلنا المجتمع المدني وأحزاب سياسية وعائلة وشباب وطلبة وتلاميذ، فمرة أخرى شكرا لكم. وأيضا استراتيجي كان حاضرا فيما تناوله في ما يخص قضية الهجرة، ولكن سأحاول أن أركز على بعض النقط التي أرى أنها أساسية لاستفزاز هذا الجانب الجيوستراتيجي ببعده كما قال الأستاذ الجبراتي السياسي. هناك تحديات خارجية تحدث عنها الإفاضة للأستاذ حداد والأستاذ خشني والأستاذ الفاضل محسن إدالي، مرتبطة باشتداد الأزمة الاقتصادية بلدان الاستقبال، سيما بلدان الاستقبال حديثة كإيطاليا وإسبانيا. ثم هناك تحدي آخر هو تحدي السياق السياسي العالمي المتسم بتصاعد بعض التيارات والأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة التي تنادي بطرد المهاجرين بل وتحملهم المسؤولية الاجتماعية، مسؤولية المشاكل الاجتماعية التي تعرفها أوروبا. في المقابل يجب أن لا نغفل أيضا بعض التحولات التي عرفتها المنطقة العربية والإسلامية في سياق ما عرف بالربيع العربي الذي أعاد تشكيل بعض الأنظمة السياسية بناء على النموذج الإسلامي، وهنا وهو معطى له أكثر من قراءة في تحديد طبيعة العلاقة المستقبلية بين حكومات الضفة الشمالية وحكومات الضفة الجنوبية. هذه مثلا مفهوم خاطئ ماشي هو المهاجر، لأن باش تكلموا على الناس المهاجرين نعطي مثال ديال الغلام إحصائيات كثير، 65% دابا حاليا زايدين في الغلام، 35% زايدين من الجيل أي بأنهم نقصوا التعليم ديالهم التكوين ديالهم دارو في المجتمع الأصلي اللي عايشين فيه. إذن تنتكلموا على واحد الفئة معينة، وكنظن ما نعرفش واش بعد خريبكة ظاهرة الهجرة تبقى فيها جديدة والدراسات تأدي باش نستعملوا المفاهيم ديال الهجرة. كنظن خاصنا نتكلموا على أشياء أخرى، مثلا في هولندا ما بقاوش كيعتبروا
يكونوش مهاجرين، يكونوا مغارب هولنديين مغارب. حقيقة الحديث عن الهجرة حديث بيت، كما قال الأساس إذا بطبيعة الحال يمكن تناوله كي لا مطيلة كثيرا من الجانب السكاني، الفني، الثقافي، الرياضي، الشعبي، العقائد، العادات، كل شيء. فتفاعل مع مداخلة الأستاذ الشاني، أنا من وجهة نظري أن كيبان لي أن الهجرة هي ظاهرة فيزيائية مغناطيسية، حيثما يتواجد الطرفان الاجتماعي يتواجد المغناطيس، وحيثما تتواجد الهشاشة تتواجد الشفرة، ودائما المغناطيس يحدث تأثيره على الشفرة من أجل جذبها. جنوب المتوسط توجد الشفرة، شمال المتوسط توجد ذلك، نستطيع أن نقيس قوة التأثير والجاذبية ديال المغناطيس على هاد الشفرة هادي. وغادي ناخذ واحد الرقم ديال المجموع ديال الناتج الداخلي الخارجي، هو دول الشمال المتوسط، البرتغال، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، وقد نزيد مالطا، ومقارنة بالناتج الداخلي الخارجي الجنوب، غادي نلقاو القاسم ديال بي اي بي ديال النور الروسي غادي 28 مرة. شكرا اولا على هذه الاستضافة في القناة. من الواجب أولا إسجاء تقديم التحية والشكر والتقدير للإدارة المنظمة ولجميع الجهات الداعمة لهذا المنتدى الثقافي الخامس للكتاب، ولمدينة خريبة التحية الخاصة والخالصة التي أصبحت حاضرة ثقافية تحتضن سنويا كثير من المهرجانات والمنتديات والملتقيات الثقافية والفنية والأدبية. أسعدني الحظ كثيرا ومرارا بالمشاركة في كثير من هذه المنتديات والملتقيات والمهرجانات المقامة بمدينة خريبة، سواء من خلال بيتي الشعري في المغرب، خاصة ولا سيما أثناء الاحتفال السنوي باليوم العالمي للشعر، أو بصفتي أيضا عضوا في المكتب التنفيذي ونائب لرئيس اتحاد كتاب المغرب، خاصة مع أخي الرئيس بتأسيس فرع لاتحاد كتاب المغرب في مدينة الخريبقة، لأنها تحتضن فيها كثير من أصدقائنا المبدعين والمبدعات، وكان لابد من أن يتأسس فرع لاتحاد كتاب المغرب في خريبقة ليساهم إلى جانب الجمعيات الأخرى في إثراء وإغناء هذه الهوية الثقافية للمدينة وأيضا للثقافة المغربية بصفة عامة. في هذه الدورة للمنتدى الخامس للكتاب، طبعا منظم بفضل الإخوة في أجيال المستقبل، عودونا دائما على اجتراح الجديد، وفعلا هذه الدورة تميزت بكثير من المجالسات، ما تزال مستمرة لحد الآن، مجالسات ومكاشفات العلمية والأدبية والفنية. صوت الإبداع، يقول داستويفسكي الكاتب جريبة والعقاب: إن الجمال وحده ينقذ العالم، ولو أن العالم كله استجاب لنداء كل أنواع الإبداع الإنساني لكانت الحياة على هذه الأرض أجمل حالا ومآلا. فمثل هذه الملتقيات الثقافية والفنية والأدبية والإبداعية بصفة عامة مهمة جدا في واقع
في الظروف الحالية التي يعيشها العالم في حياة الإنسان بشكل عام. لا سيما حاجة إلى المحاربة بصفة محاربة العنف والتطرف والعنصرية والحروب والدمار الذي يحيط شيء يهدد فقط الإنسان والبيئة ولكن أيضا يهدد الذاكرة الثقافية والحضارية للإنسان بصفة عامة. شكرا أستاذ. الثقافة عامل مهم وأساسي وجوهري في التماسك أيضا في نشر الوعي بأهمية في التنمية أو في نشر قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام عبر العالم. فهنيئا لمدينة خريبكة ولجميع مدننا المغربية ولجميع المنظمات الثقافية والفنية والفكرية التي تطلع بدور إنساني مهم جدا يحتاج إلى مزيد من الدعم ومزيد من التشجيع. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس